المهنه ديالي مياوم رب اسره، عندي ربعه ديال الوليدات، وحده توفات بقاو ثلاثه. هنايا فهاد لاداس 2/30/2020 عندي التريته، كنخلص التريته، كان عندي مشكل. ها هو 8000 درهم كيتسالوا لي، 8000 درهم مشيت تسلفت وتكلفت مع هاد الناس ومع هاد الجيران باش حاولت انني نسدد هاد المبلغ، حيت جاتني هاد الورقه من البنكه فيها عاجلا هي تخلص يا غادي نلحوا لك وليداتك للزنقه. من بعد جات جائحه ديال كورونا، السلطات قال لك خصك تريح في الدار، توقف على العمل، ما تخدم ما والو. انا مياوم كان بريكولير في الشوطيه ديال القريعه، نهار كنصور نهار ما كنصورش، اثنين وثلاث ولا اربعه والخميس والجمعه كيكون ما يدار الا السبت والحد، كتكون شويه الحركه نشيطه. كنبيع المواد المستعمله قديمه، سبرديلات حويجات هذاك الشيء القديم. انا عندي بطاقه الرميد صالحه، ها هي كما كتشوفوا 11/2020 صالحه. المهنه ديالي ها هي كما كتشوفوا مياوم، ها هي مياوم رب الاسره كما كتشوفوا هانا. عندي اربعه الوليدات ها هما، هاي صابرين، بسمه، عبد الله، اميره. طيله الحجر الصحي متوقف عن العمل، سيدنا الله يجازي بخير خرج لنا الدعم ديالنا، ولكن ما استفدنا من والو. استفدناش الدفعه الاولى، ما استفدناش الدفعه الثانيه، ما استفدناش الدفعه الثالثه. درنا الشكايه مرارا وتكرارا. الرميد عندي صالحه الى غايه 11/2020. انا بغيت نعرف السؤال ديالي، علاش انا ما وصلنيش الدعم؟ علاش تم الاقصاء ديالي بهذه الطريقه مع انني كنتوفر على جميع شروط الاستفاده؟ انا لحد الساعه انا باقي غارق، موريقات ديال الموظف باقي ما مخلصينش، تريتها عندها هي باقي ما تخلصاش، مع انني يلاه فاليت مشكل في 8000 درهم ديال هذا الشهر، انا باقي ما عنديش باش نخلصها. الحولي محسنين الله يجازيهم بخير هما اللي شراو لنا الحولي. انا كنطالب بهذه المناسبه المسؤولين الله يرحم الوالدين، راه كنستاهل الدعم اللي عطانا سيدنا، علاش ما وصلنيش الدعم هذا؟ درنا الشكايه، جاوبونا بان رقم البطاقه الوطنيه غير صحيح. هانتوما كما كتشوفوا رقم البطاقه الوطنيه، تيجاوبوني كيقول لي الرقم غير صحيح، يعني ما استفدت ما والو. وانا كنطالب بهذه المناسبه، انا باغي الاستفاده ديالي، هذا حقي باغي ناخذه. عندي بنيه صغيره تاهي عندها عام خاصها الحليب خاصها ليكوش، عندي وليد عنده 5 سنين، عندي بنيه عندها 12 عام وانا ما عنديش، مكمل غارقه كريديات. والله يجزيكم بخير المحسنين، انا راه كنستحق الدعم، باغي الدعم ديالي، الدعم عطاني سيدنا، انا ما وصلني لا دعم لا والو. لماذا تم الاقصاء ديالي بهذه الطريقه؟ وانا رب اسره كتوفر فيا جميع شروط الاستفاده.